أهلا وسهلا بمشاهدي قناة التغيير الكرام، ساعتين جديدتين أتشرف أن أكون معكم فيها. الساعة الأولى مشاهدي الكرام سنترقب فيها ما سيحدث تحت قبة البرلمان، لأنه هذا اليوم سيكون وكما هو مقرر التصويت على كابينة السيد الكاظمي بعد انتظار ممل ومتعب وحاجة مضنية، لأننا في ظروف استثنائية نحتاج فيها إلى رجل استثنائي يقود هذه البلاد في ظل هذه الأزمات المتفاقمة والأزمات الصعبة، هي ليست في العراق وحده بل في كل أرجاء المعمورة. اليوم العراق أمام اختبار صعب جدا، بغض النظر مع من يتفق ومع من يختلف، القضية الأساسية التي يجب أن نتفق عليها ونقرر من خلالها هي الأزمة التي يمر بها البلاد. ودائما من هذا المنبر كنا نقول أنه في الظروف الاستثنائية يجب أن نضع مصالحنا الشخصية والفئوية والحزبية جانبا لننطلق باتجاه واحد وتقديرا للمصلحة الوطنية. اليوم يجب أن نقرر باسم الوطن، ويجب أن نتنازل وأن نترفع وأن نغض النظر هنا أو هناك، لأننا بحاجة أن ندفع أنفسنا إلى الأمام في ظل هذه الظروف العصيبة. وعندما نأتي بمرشح لنسلمه مقاليد الحكم يجب أن نكون خلفه قوة دافعة في سبيل أن نتجاوز هذه الأزمات، لأنه الحسابات الضيقة في هذه المرحلة ستؤدي إلى أن يسقط الجميع، وهذا السقوط لا سامح الله سيفضي إلى نتائج قد تكون لا تحمد عقباها. ولذلك في هذه المرحلة ونتمنى مخلصين أن كل الجهود هذه المرة أن تنصهر في بودقة واحدة اسمها الوطن. نضع العناوين الكردية والعربية والسنية والمسيحية والتركمانية والشبكية والصابئية والصابية واليزيدية، ما شاء الله هذا التنوع الجميل، نضعها الآن كلها في خلاط واحد لنخرج منه مزيجا واحدا هي اللحمة الوطنية العراقية. يعني أنا ما أريد أخوض في المشاكل التي مرت بها العملية السياسية، ولكن هذه المرة ندعوكم كمواطنين وندعوكم كشعب متضرر في هذه المرحلة من هذه الظروف أن نجرب هذا الخط، وثقوا بكلامي وهو كلام الفقراء وكلام الشعب. الوطنية لها طعم خاص لا يتذوقه إلا الذين يتذوقونه بصدق. ماكو أحلى من الوطن، وماكو أجمل من أنه تلبس ثوب أهلك، حتى لو مشقق، حتى لو راقد، حتى لو زين، بس ثوب أهلك بي ريحة وبي طعم وإلى إلى 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 نكهة، لأنه يسترك مثل ما يقول ما حك جلدك مثل ظفرك. مرات يجيبوننا هدوم مثل ما يسمونها الولد شي يسمونها ماركات ومزركشة وحلوة، بس مرات من تلبس ثوب مو ثوبك تجي ساعة من الساعات يعايرونك، وزحمة زحمة انت لما مستوى المسؤولية ويجيك واحد يقول لك هو انت لو مو انا انت تصير، هو لو مو الزعيم انت تصير. لا لا، دعونا هذه المرة نثبت قضايا أن نختار الرجل المناسب في المكان المناسب. الله يعين الكاظمي في هذه المرحلة. هذا الرجل أنا أدعي بصداقته وأعرفه من عام 2003، نعم لم يشكل ضده حتى هذه اللحظة ملف فساد أو تلكؤ، واستلم مهمة صعبة جدا، وإن كان لم يترشح منها الكثير من المنجزات إلى الإعلام
بفعل أنه هذا العمل يحتاج إلى سرية مطلقة، ولكن اعترف آخرون أو آخرين أن هذا الرجل كانت له إنجازات. الأمريكان اعترفوا أن كان المخابرات العراقية ورئيسها وأجهزتها التي نقدم لها كل الشكر وكل التقدير وكل العرفان، أنها ساهمت كثيرا في مقتل البغدادي. وكما سمعتم قبل أيام كيف كان للمخابرات العراقية دورا في استدراج قيادات قذرة من داعش كانت تعيش في سوريا وألقي القبض عليها في تركيا. أنا لم أتعود أن ألمع صورة أحد، ولكن بهذه الروحية التي عرفنا وعرفت بها السيد الكاظمي أتمنى أن هذه الروحية تتقد أكثر، أن تتقد أكثر في قيادة هذا البلد في ظل هذه الظروف. وهذا التوهج الذي نتمناه من السيد الكاظمي أن يكون مثل المصباح، لابد أن يكون هنالك مصدرا حقيقيا يمده بالطاقة حتى يتوهج. والمصدر لهذه الطاقة التي نريدها أن تشع في كل أرجاء العراق يجب أن تكون هي القوى السياسية. وهذه فرصة لكم من مخلص من محب إنكم اليوم أن تستطيعوا أن تكفروا عن كثيرا من الخطايا، لنقف على أرضية واحدة وننطلق برجل يستطيع أن يحقق لنا ولكم ولشعبكم، ونبدأ بكتابة تاريخ جديد وعهد جديد. هذا العهد نتمناه أن يكون أبيضا ناسعا، نتحلى بنكران الذات ونؤمن بالقيم والمثل التي بها ومن خلالها نستطيع أن نخدم شرائح كبيرة يقتلها العوز ويقتلها الفقر ويقتلها الضيم والعطالة والبطالة والتشرد ومخيمات النازحين واللاجئين والمغتربين والمهجرين. ماكو وطن مثل العراق، حتى بضيمة حلو، حتى علاقات الأسرية علاقات الاجتماعية، العراق مثل الخبزة. يعني أنا هسه وين ما أروح بأي بلد أروح، مرة الولد يطردوني ومرة أسافر لي 5-6 أيام، تدري من تشتم الخبزة العراقية أقسم بذات الله تشتم بيها وطن. وتعرفون شنو معنى الخبزة؟ شوف العراقيين الخبزة عتهم مقدسة، مرات من تطيح منك خبزة تقول اسم الله تشيلها وتخليها بمكانها، بس من تطيح منك خياراية طماطاية جزراية مدري شنو لو تعوفها بالقاع لو تذبها بال، بس الخبزة عندنا إلها تقليد إلها نكهة. في العراق خبزة وصعب صعب 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 جدا أن تخون وطن مثل العراق، بيع ابن أبي طالب، بيع الحسين، بيع العباس، بالكوفة كل الأئمة، به صحابة أخيار للإمام جعفر الصادق، فيه صحابة لرسول الله في كل أرض، حتى بالشمال بكواسنجق في أربيل. هذا البلد صعب تخونه، وصعب جدا أن تنجو عندما تقدم مصلحتك على مصلحة العراق. هسه واحد يقول لك يابا احنا شخذنا من العراق، هو كل احنا ما أخذنا من العراق بما فيهم أنا المتحدث، بس ما زلنا نمني النفس أننا سنحصل ذات يوم على وطن يليق بكبريائنا بشموخنا بكرامتنا بعزتنا بأبنائنا الذين اختبرتهم هذه الخطوب الصعبة والمدمرة حينما تجمهر كل أعداء الحياة بقسوتهم ورعونتهم وشذوذهم. كيف انبروا لهم وكيف تصدوا وكيف كانوا ليوثا أرعبت الأعداء، ومن كان يخطط لهم ومن كان يمولهم ومن كان يعول عليهم. وقلت في مناسبات عديدة كيف كانوا يقرؤون وهم الذين يمتلكون كل أنواع التكنولوجيا، أنه نحتاج لسنوات حتى يطرد داعش.
كلكم تتذكروها. من سرفن ذرعان ابن الملحة من البصرة ومن الناصرية ومن العمارة ومن الديوانية ومن كربلة ومن النجف، والتحق به ابن الرمادي وابن صلاح الدين بالحشد وبالجهاز مكافحة الإرهاب من سرفن ذرعانة خلوهم ما يندلون دربهم، خلوا الأمريكي مذهول، خلوا الخليجي مذهول، خلوا البريطاني مذهول، خلوا الإيراني مذهول، قاتلوا بشرف. لذلك أقول هؤلاء يجب أن يستحقوا وطن. أنا أعرفهم، أنا عايش وياهم وليداتنا. تدرون هذا البطل السرفن ذرعانة، هذا القعد على البي كي سي، وذاك القعد على الدبابة، وذاك القعد على الشلقة، وذاك القعد على الراجمة، أمة تخبز وتعيشه، أمة تخبز وياخذ منها الكروة ويروح لأن عنده وطن. هيك نريد القادة، هيك نريد القادة، وهيك نريد وطن ينتج قيادات. احنا شو نسوي بالاحزاب؟ عندنا 300 400 حزب، ليش نحول الاحزاب لدكاكين؟ شو نسوي بيها؟ تاخذ فلوس؟ يابا قبلك ملكوا، قبلك هواي ملكوا، من ينامون شلون ينامون، ومن ياكلون شلون ياكلون، ومن يطلعون شلون يطلعون، وملكوا ما ملكوا. تاليه وين؟ تاليه وين؟ لازم نؤمن انه الملك الى الله، الى الله سبحانه وتعالى، والإسلام وكل الديانات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى تحترم الملكية، ولكن الملكية التي تأتي من طرائق مشروعة، الملكية التي يحققها الناس الشرفاء من كد جبينهم ومن هذه العرق الذي ينزل. وحتى عندما تملك فإن الله سبحانه وتعالى يجعل فيما ملكته حقا إلى آخرين. فأول ما يجب أن نملك ونحن مالكون الوطن، وهذا الكلام أقوله للسياسيون الذين ما زالوا يتعنتون، وما زالوا حتى هذه اللحظة أمام قبة البرلمان يدخلون أو لا يدخلون، وعندما يقررون أن يدخلوا أو يدخلون أو لا يدخلون، لأنهم يحسبون ماذا أخذوا وماذا سينتفعون وبماذا سينتفعون، أي وزير لهم وأي وزير سيخدمهم وأي وزارة ستذهب منه. هذا التفكير عندما يسود في عقلية البعض فإنه أصبح جاهلا، أصبح جاحدا بحق الوطن. أنت لا تمتلك إلا من خلال الوطن، وعندما تعتقد أن الوطن سترة تلبسها وتنزعها، أو رداء عندما تحتاجه وتخلعه عندما لا تحتاجه، فإنك واهم، وإنك أضعف خلق الله إنسانا. أجتني عواجل من الشباب رئاسة البرلمان تدعو النواب للدخول إلى القاعة الكبرى استعدادا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي. الحلبوسي يعقد اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية تمهيدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي. رئيس كتلة بدر النيابية، سنمضي بالتصويت على حكومة الكاظمي. رئيس كتلة بدر النيابية، رئيس كتلة صادقون النيابية، الكاظمي سيمر وبموافقة الجميع. مصدر نيابي، هناك توجه بتمرير حكومة الكاظمي. الكاظمي يحظى بتوافق وطني وسياسي لم يحظى به سابقه. اعطيني يعني. الكاظمي نجح بتقديم كابينة وزارية مقبولة من قبل الجميع. تكليف الكاظمي جاء بعد فشل مكلفين اثنين بتشكيل الحكومة الجديدة. رئاسة البرلمان تمنع دخول المراسلين والإعلاميين باستثناء قنوات الشرقية، دجلة العراقية، العهد، الجزيرة، روداو. احنا قلنا نخليهن على صفحة، بس برات البيك ما يخليك.
أنا ما أعرف أنه السادة في رئاسة البرلمان هل يعنون السيد الرئيس حفظه الله أم الرئاسة كلها الله يستر عليهم. هذا بمثابة حدث عراقي مهم وكبير. أنتم يجب من يدعو وسائل الإعلام كلها لكي تحضر وأن تكون هنالك موجودة. ما يصير ناس على ناس، القنوات اللي حاضرة قنوات عراقية لها كل الحب ولها كل التقدير ولها كل الاحترام، لكن أن تجرحوا الآخرين في قضية عراقية تهم العراقيين والإعلام فهذه نقطة. وأنا أعاتب الأخ العزيز السيد حسن الكعبي، قبل ما تكون نائب رئيس لمجلس النواب أنت صديق لكل الإعلاميين العراقيين، ولذلك يا سيادة النائب يمكن الإعلاميين لهم عليك عتب كبير، لأنه في هذا اليوم الذي كنا داعمين ومتواصلين في كل الأحداث والأزمات العراقية أن نستثنى اليوم لأجل ماذا؟ ليش القنوات البقية الأخرى شنو فرق عنا يا سيادة الرئيس يا هيئة الرئاسة؟ يعني ممكن يصير ضوضاء، ممكن يصير ضجة، ممكن يصير إزعاج للسادة النواب. كل قناة إعلامية تغطي الحدث بالمنظار الذي تريد أن تغطيه، ليس بطريقة يعني تختلف عن الآخرين، لكن كل قناة ممكن أن تأخذ ضيفها، كل قناة ممكن أن تروح إلى كتلة، وبذلك الإعلام يخدمكم. أما أن تجرحوا الإعلام بهذه الطريقة فأنا عتبي عليك يا أستاذ حسن الكعبي في هذه القضية كبير وكبير جدا. يعني إخوان اليوم أنا هذه ساعة شباب هذا اللابتوب زين، أنتوا طيتون اللابتوب وأنا ما لابس مناظر، إيش راح أسوي بالله؟ هذا بالعواجل وأنا لازم ألبس مناظري أتابع العواجل وياهم، لكن أنا كان مقررا أن يكون ضيوفي في الساعة الأولى السيد جاسم الحشامي مدير صحة بغداد الكرخ. لكنه شباب شنو موضوع السيد مدير عام صحة الكرخ؟ حاولوا تدقونا عليه. أيضا السيد مدير التقاعد العامة نتيجة مناشدات كثيرة وصلتني، أخوان حصلوا للسيد أحمد السعدي. أيضا قبل أن أبدأ بالسيد أحمد السعدي لابد من توطئة أجد أنها مهمة أن تقال في هذا المكان. بعد الاتصال السيد زوج السيدة سلوى اللي حكيت عليه البارحة واللي باع قطعته وفوق بابا قطعته تم الاعتداء عليه من قبل ناس يدعون أنهم يتبعون أو يحجون على حد قول الرسالة اللي كتبها السيد إسماعيل أنهم باسم السيد حميد الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء. اليوم الظهر اتصل بي السيد غصون حسين مدير العلاقات والعامة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذلك اتصل بي السيد رعد الأسدي السكرتير الشخصي والمرافق أيضا للسيد الأمين العام لمجلس الوزراء، وقالوا أنهم نقلوا إلي تحيات معالي الأمين العام وأوعز أنه طلبوا رقم تليفون هذه العائلة السيد والسيدة، وطلبوا أيضا نص الرسالة، وأبلغني السيد الأمين العام على لسان سكرتيره الشخصي أنه سيفتح تحقيقا موسعا ومعمقا بنص العبارة التي نقلت إلي مع الذين استخدموا اسمه بالتطاول على هذا الرجل. لذلك أنا في هذا المكان أوجه كل الشكر وكل الاحترام وكل الثناء وكل التقدير وكل العرفان إلى الأخ العزيز معالي الأمين العام لمجلس الوزراء على هذا الموقف. أنا دائما أقول أن هذه هي واجبات ومسؤوليات، ولكن عندما نفتقدها في هذا الزمن يحق لنا أن نشكر الناس. ولذلك دائما أقول أنا الناس التي تتابع القضايا في قطاعاتها وتحرص على أن تجد لها حلول هي ناس لديها كرامات ولديها احترام لتواريخها، سواء تواريخها التي مضت
أو التواريخ التي تريد أن تسجلها في مهنتها، أو تمنع أن يتم التطاول على الناس من خلالها. وواثق الخطوة يمشي ملكا. لذلك الأمين العام كلف واعتذر قبل أن يكون تحقيق، ولكن لمجرد هنالك نبس الرجل انتخى لنفسه، وهذا موقف. وكما أمس برغم اللغة التي الحادة التي تحدثت بها مع السيد وزير الدفاع، أيضا اتصل بنا السيد ممثل وزير الدفاع وقال هاي الأسماء اللي أنتم كنتم تطالبون بها وراح نعودكم. أيضا بنفس الموقف عتب كبير على السيد وزير المالية وعلى الناطق الإعلامي أو مدير الإعلام بوزارة المالية. هاي للمرة الثالثة والرابعة والخامسة أنتم تتحدثون معنا بنفس المنطق وبنفس اللغة، وهو المنطق واللغة والموقف الذي نرفضه، وعندما نرفضه نرفضه بدلالات القانون وما يحق لنا. هذه المرة يقول قلنا لهم يابا الناس تشتكي أكو شغلات بالجمارك، قال لي أو قال الذي اتصل به من القناة وجهونا كتاب والكتاب يجي بالبريد حتى نستطيع أن نطلع لكم متحدث. احنا بهذا البرنامج نسولف الليل والنهار نقول نريد أن نتجاوز الحلقات الروتينية في إدارات الدولة، لأن الروتين دمر الدولة. أنت الآن تجي تضيف لي روتين إضافي، أنا ما أستكثر أن أقدم لك كتاب، لكن هذا يضر بالإعلام. أنا أقدم لك بلاغ على لسان الناس على الهواء مباشرة، أقول لك يا وزير المالية، يا مدير الجمارك، يا مدير المنافذ، الناس تسمع هذا، مدير المكتب الإعلامي يسمع، المعالي يسمع، الناطق يسمع، يقول له للوزير، الوزير يقول لهم خلي يطلع ويا فلان. شنو كتابنا وكتابكم يا الناطق الرسمي يا أبو الإعلام مال وزارة المالية؟ شو تسوي بالكتاب؟ اليوم أكو مشاكل عندكم بالجمارك، وأنت أيضا يا السيد الوائلي مشاكل بالمنافذ، ما تريد تطلع خلي اللي يتحدث باسمك. هذه مشاكل وطن، هذه مشاكل ناس، هذه مشاكل شعب. ندعوكم بكل احترام، ندعوكم مخلصين، ومع هذا نتوسل إليكم ترفعوا عن هذا، الله يستر عليكم. ما جاي نستجدي منكم ولا نستعطي، وليدك بابك بقضية شخصية سد بابك ببوتشة ورقع بالقاع، أما على حقوق الناس لن نسكت. فاللي يكرر يا مدير الإعلام، يا أبو الجمارك، يا أبو المنافذ، أخوتنا الكرام أصحاب الجاه وأصحاب السيادة وأصحاب المعالي، بكل كلمات الجلال والإكبار تفاعلوا مع طلبات الناس. هذه الناس التي أتت بكم وأوصلتكم إلى المناصب راح تتلقاكم باشر من تطلعون من المناصب، بس من تتلقاكم راح تتلقاكم زعلانة. وتدرون العراقي من يزعل شي يسوي؟ اسألوا ساحة التحرير. منو اللي جهز شباب؟ مشاهدينا الكرام، فيما تبقى من الوقت سيكون معي السيد أحمد الساعدي رئيس هيئة الوطنية للتقاعد العامة. قبل أن أبدأ معه أحب أن أوجه له الشكر والتقدير والاحترام، لأنه أنا كل ما أحتاجه هذا الرجل يطلع وياي. أنا رسائل كثيرة تجي للمتقاعدين، أخوان فقط الأخوة المتقاعدين يتصلون مع السيد أحمد الساعدي أنتوا إياه وراح يجيبكم على كل أسئلتكم. بداية أذهب إلى بغداد وعبر الهاتف السيد رئيس الهيئة الوطنية للتقاعد العامة الأستاذ أحمد الساعدي. حياك الله أستاذ أحمد. السلام عليكم أستاذ نجم الرباعي، تحياتنا لكم، صيام مقبول إن شاء الله. ربي يسلمك، وأنا أشكرك شكر جزيل أستاذ أحمد. أنت في كل مرة تلبي لي الدعوة، لكن تدري أنت الناس تريد حقوقها. وأبدأ منك أيضا الآن في قضية تأخر رواتب المتقاعدين، وما أعرف اليوم يمكن 6 بالشهر سمعنا ستطلق الرواتب، لماذا تأخرت ومتى ستطلق؟ أنا العفو الله يحفظك، بس بداية كان أكون عندك موضوع على حول الناطق الإعلامي لوزارة المالية.
أي. معالي وزير المالية سيد فؤاد حسين قبل يومين وجه بتعيين مدير للمالية مدير لناطقا رسميا لوزارة المالية، والآن بيقدمون السيفيات الخاصة بهذا الموضوع حتى يغطون المواضيع الإعلامية والشكاوى والمناشدات التي تطلق من مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية. فمعالي الوزير مهتم بهذا الموضوع، والآن أكو خلية بتعمل على تهيئة السيفيات الخاصة بالشخص الذي سيشغل منصب مدير. والله يا أستاذ أحمد، قبل أن أبدأ بطلبتي مالت التقاعد وياك، أنا عندي قضايا بالجمارك وعندي قضايا بالمنافذ الحدودية، لا أنا مستورد ولا أنا ملاتش، أنت تدري بحالي، بس أنا أنقل صوت الناس. ولما يطلع السيد، أنا بعثت له رسالة رئيس هيئة المنافذ الحدودية، وبعثت رسالة الأخوة بعثوها إلى وزارة المالية، أنه هاي الناس حتى نحترمها، فقط أنه يتم الإجابة فقط، ما رايدين شيء. الله يحفظك. المنافذ الحدودية ما تابعة لوزارة المالية، تعرف هي تابعة. لا أنا ناشدت مباشرة أبو المنافذ الحدودية، أعرف تمام. أي نعم تمام. والجمارك هي اللي تابعة للمالية. الله يحفظك. على سؤالنا بخصوص المتقاعدين، نعم. راح تقضي ما تبقى من الوقت ويا أهلك وناسك وأخوتك. تأخرت رواتب المتقاعدين، ليش تأخرت وش وقت تطلق؟ سيد العزيز الله يحفظك، احنا طبعا كهيئة تقاعد وطنية هينا قوام الرواتب من يوم الخميس الماضي، نعم، وهيناها ومستعدين لدفع الرواتب التقاعدية، لكن اللي يعني واجهنا، نعم، أنه عدم توفر السيولة المالية في وزارة المالية بسبب انه تعرف صار الحظر يوم 17/3 وتوقفت عمليات، تعثرت عمليات بيع النفط للشهر الثالث والرابع لمجمل العالم، يعني تعرف دخل العالم كله بموضوع حظر الكورونا، فتعثرت عمليات بيع النفط، الاحتياج لصرف رواتب المتقاعدين والموظفين والعقود ما يقارب مع التشغيلية ما يقارب 6 مليار دولار شهريا. المتقاعدين والعقود؟ واحد من طبعا المتقاعدين والموظفين مال الدولة والمتعاقدين، تعرف هاي كلها نفقات تصرفها وزارة المالية لكل دوائر الدولة. أنا الآن يا أستاذ أحمد أتحدث بقضية المتقاعدين، أنا اللي يعرف بي محطة تكون واضحة. نعم كمل كمل. نعم كمل. مبيعات النفط كانت قليلة جدا، نعم، احنا نحتاج 6 مليار لتغطية نفقات الحكومة شهريا، كانت مقدار المبيعات ما يقارب 1 مليار و200 مليون دولار، طبعا هذا المبلغ ما راح يكفي، فتأخرنا لحد اليوم احنا مع وزارة المالية حتى نأمن المبالغ، والحمد لله والشكر اليوم وجه معالي الوزير، نعم، لإطلاق صرف الرواتب المتقاعدين، وان شاء الله يوم غد راح نباشر بإطلاق صرف الرواتب. الله يبارك بكم. لكن هنا الله يحفظك يأتيني سؤال يا أستاذ أحمد العزيز، أنه تأخر السيولة المالية والانخفاض في مبيعات النفط وماكو مبيعات وانخفاض أسعارها، هاي قضية من حقكم والله يعين الدولة عليها، لكن أنا اللي أفهمه أنه صندوق تقاعد الموظفين، صندوق رواتب المتقاعدين ما له علاقة بالسيولة المالية أو في وزارة أو بالمبيعات، هذا صندوق مستقل متراكم من دفع المتقاعدين. نعم الله يحفظك أستاذ نجم. صندوق تقاعد موظفي الدولة يعنى بدفع رواتب المتقاعدين من موظفي الدولة الذين تقاعدوا من 1/1/2008 صاعدا. أي. أما الموظفين بالدولة والمتقاعدين السابقين قبل 1/1/2008، أي، كل متقاعدين اللي ذيك الفترة السابقة منهم الجيش والشرطة والمتقاعدين من الحكومة السابقة، تعرف مدات التقاعد القديمة. نعم. كلها تتمول من وزارة المالية من الخزينة العامة. نعم. المتقاعدين الجدد اللي تقاعدوا بعد 1/1/2008 هم مولون من الصندوق، وهذول المتقاعدين عددهم ما يتجاوز 300,000 متقاعد يمول من الصندوق، اما الجزء الاكبر اللي هو اكثر من مليونين متقاعد هو يمول من الخزينه العامه، آه، يعني الشهداء والمصابين وضحايا الارهاب والحشد والجيش والشرطه والمتقاعدين السابقين يمولون من الخزينه العامه. ايش قد التوتال شهريا للفئتين اللي انت قلتها تدفع كرواتب؟ تقريبا ما وصل 900 مليار دينار عراقي. 900 مليار دينار عراقي بالمدني والعسكري، يعني بحدود 850 مليون دولار، مو طبعا هذا هو المبلغ اللي شهريا يجب ان نأمنه حتى نقدر ندفع الرواتب لكل المتقاعدين واسرهم.
زين الان هذا نعم. هذا بسبب هذا التوقف اللي صار وهذا الخلل اللي صار بسبب جائحه كورونا طبعا القت ظلاله على السيوله الماليه بعموم الدوله العراقيه و يعني اثر بشكل كبير. وطبعا هذا التاثير صراحه اذا ما يرجع سعر النفط ينتعش وتزداد المبيعات، تعرف ان احنا تخفضت مبيعات الحكومه العراقيه ويا اوبك تقريبا مليون برميل تقريبا نعم نفط يوميا، هذا طبعا هم اثر علينا وهذا ياثر على السيوله الماليه للحكومه العراقيه. فاكو تحدي كلش كبير داخل وزاره الماليه عن كيفيه تامين الاموال والسيوله النقديه للدفع الرواتب التقاعديه ودفع رواتب الموظفين والتشغيليه لعموم الدوله العراقيه. زين، ما حقيقه القلق الان الذي يعتري الكثير من المتقاعدين انه سيكون هنالك استقطاعات او ما يسمى بالادخار الاجباري على رواتب المتقاعدين؟ هل فعلا بالاشهر المقبله او من هذا الشهر ستكون هناك استقطاعات ام انها مجرد اشاعه؟ لا عفوا استاذ نجم الله يحفظكم، وزاره الماليه اليوم اصدرت بيان انه لفت اي استقطاع على رواتب المتقاعدين. كانت هنالك مجموعه من المقترحات في لجنه اعداد الموازنه او في رئاسه الوزراء حول كيفيه معالجه الازمه الماليه. طبعا اكو كثير من المقترحات انطرحت، كان من ضمنها اكو تخفيض على رواتب المتقاعدين وتخفيض على رواتب الموظفين، لكن هذه المقترحات لم تسمو الى انه توصيه او قرار. نعم. اليوم وزاره الماليه نفت اي استقطاع برواتب الموظفين او المتقاعدين. طيب الان احنا ما نعرف اجراءات الحكومه المقبله يعني. المتقاعدون خارج العراق ايضا غدا نعم سوف يستلمون، تم تامين المبالغ ان شاء الله يوم غد اذا رفعنا الرواتب، اذا كمله الرواتب يعني الاموال وصلت الى المصارف سواء في داخل العراق او في الخارج اكيد يعني بنفس اللحظه هم تصعد رواتبهم على بطاقات الدفع الالكتروني. زين طيب طول الاتصالات شباب. اخوان الاتصالات فقط مع السيد رئيس التقاعد، بس طلايب التقاعد. عندي طه من الموصل بس باختصار يا شباب. طه تفضل، السيد رئيس التقاعد وياك. طه محمد ايضا من الموصل. استاذ نجم يوم 23 وعدتني ويا استاذ احمد عبد الجليل. السيد احمد عبد الجليل وياك، فوت لي بالموضوع فدوه حتى نستفاد من الوقت. مرحبا سادي. تفضل عيني تفضل. تحياتنا. مرحبا سادي. الله يحفظك. مرحبا استاذ. تفضل عيني يسمعك الاستاذ احمد. اسمعك. استاذ احمد رقمي التقاعدي 72 1945 اربع صفار. أي. محمد حيدر طه علي من الموصل. 194 محمد حيدر طه علي من الموصل. استاذ احمد محمد علي من الموصل. 6-5-72 لبست بالجيش. محمد علي من الموصل. 6-5-72 بس العب العيد الرقم. تسرحت بس دقيقه يا محمد. الضباط قالوا لي استاذ احمد رقم التقاعدي دقيقه محمد. التقاعدي بالنسبه محمد 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 دقيقه استاذ احمد رقم التقاعد 72-194 نعم. 5 نعم. 4 صفاره محمد علي من نعم. الموصل. محمد علي دمه لبس بالجيش في 1972. كمل يا محمد. محمد نعم محمد 1945 4 صفاره. يلا كمل اللي ويا بنفس القسم ياخذ مني أكثر من 150 ألف وخدمت عندي. يا درجة بالواحد 91 رفعت درجة سادسة وبعد ما أدري بالترتيبين بالحدود ما أدري رفعوني ما رفعوني. هاي درجتك سادسة بالواحد 91 أستاذ أحمد بالواحد 91 رفعت درجة سادسة. إذا استحق أخوان أخ محمد السيد احمد استاذ احمد يقول راح ندققها بالدفاع وهاي رسالتك واستلم رساله من الاستاذ احمد وابعث لك الاجابه ان شاء الله. قاسم من البصره. الو حيا الله قاسم، فوت لي بالموضوع قاسم. الله يساعدك استاذ نجم. حيا الله قاسم، فوت بالموضوع حبيبي. استاذي انا بالنسبه لي موظف متقاعد. اي طلعت من 2014. اي
تقاعدي يعني لحد 2019 كنا نستلم كل شهرين. اي فمن بالشهر السادس حولونا كل شهر. اي فمن حولونا كل شهر اعطونا بس شهر واحد من هاي مادة الشهرين. يعني تطلب شهر؟ اي اخذوا شهر من عندنا يعني شهر ما معنا. فسألنا قالوا راس السنة يعني نهاية 2019 نعطيكم الراتب. زين قاسم انطيني اسمك الكامل وراتبك ورقمك التقاعدي. قاسم قاسم كاظم لازم للبصرة. استاذ إيه؟ احمد تسمع قاسم كاظم لازم. ايش قد رقمك إيه؟ التقاعدي من البصرة؟ ما ادري ايش قد استاذ مو يمني الرقم. مدني نعم مدني. زين عندك الرقم التقاعدي؟ الآن راح أجاوب للأخ أي. قاسم. نعم قاسم إحنا نصرف الرواتب التقاعدية في السابق كنا نصرف الرواتب نعم. التقاعدية الأشهر الفردية للعسكريين والأشهر الزوجية نعم. للمدني. نعم الأشهر الزوجية للمدني والأشهر الفردية للعسكري. الأشهر الفردية يعني الواحد والثاني دفعة بشهر الواحد. نعم أي نعم واضح الفكرة. وهكذا شهر شباط نصرف الثاني والثالث الرابع والخامس السادس والسابع الثامن نعم. والتاسع العاشر والتاسع الاثناعش والواحد. نعم اي نعم. فانت اذا تستلم كنت في السابق راتب شهر مقدما. حتى اليوم احنا من نصرف الرواتب التقاعديه نصرف مال شهر الخامس مال الخامس دي قدام اي يعني مو نخلص نعم. شهر الخامس يلا ندفعه. نعم واضح الفكره عمي. نعم استاذ نعم زين. فأنت بشهر الرابع استلمت الرابع والخامس بشهر السادس استلمت السادس بس. أي. فراسك مضبوط يعني ما عندك فرق شهر لأنه كل متقاعدين في حين هتسائلوا وأجبنا. هاي تدري أنا وياك سوينا بيها حلقتين أستاذ أحمد. نعم إذا تذكر أستاذ. أي تذكرها. بس أكو قضية القرايبي امرأة والدها توفى وعدة تقاعد وهي متزوجة لا زوجها نعم. يشتغل ولا هي تشتغل وتسأل يصير أخذ راتب والدي تقاعد راتب والدي إلي لأن زوجها عاطل وهي قاعدة. الزوج معيل بقانون التقاعد إذا تزوجت يقطع الراتب بس من حقها تقدم على الإعانة الاجتماعية راتب الحماية الاجتماعية. هي يعني حسب هذا وأنا أعرفهم يعني مو غريبة علي زوجها عاطل نعم وقاعدين تقدر تقدم على الحمايه الاجتماعيه واذا ما تنزل تراجعنا احنا ندفع على الاخوان هناك تساعدون. آه يعني ما تستحق راتب ابوها التقاعدي. لا بموجب القانون يقول البنت بس تتزوج ينقطع الراتب التقاعدي يعني سواء عاطل او يشتغل. ها بس الحمايه الاجتماعيه يوفرون راتب للعاطلين. منو عندكم اتصال يا شباب؟ دكتوره اسراء من بغداد. اهلا دكتوره. السلام عليكم. حيا الله دكتوره مرحبا. السلام عليكم. اسمعك عيني. وعليكم السلام اهلا وسهلا مرحبا. بس العفو ابدا احكي ويا استاذ احمد. يسمعك. بلا زحمه. يسمعك عيني. اي انا مقدمه على معامله تقاعد انا تاركه عمل ومقدمه على معامله تقاعد وكملت المعامله وصلت لدائره التقاعد وهناك دائره التقاعد قالوا بأدني استثناء يعني جماعه ال 15 سنه انا عندي خدمه 16 سنة ونص وقالوا على أساس 45 سنة حتى القرار مجلس النواب 45 سنة وهي يعني خدمة فوق 15 سنة يحق لهم يعني ياخذون حقوق تقاعدية خوش. فكلت معاملتي وتعبت فيها والله أنا هواية يعني مشيت فيها وإلى أن وصلت لوزارة التقاعد وقالوا نعم موقفوا فيها استثناء من الأستاذ يعني مدير هيئة التقاعد. أستاذ أحمد خليك شوي أنا دكتورة هذا الموضوع هواي إجاني يعني بالتعديل الجديد استاذ احمد انه 15 و45 ينشمل بعدين اجى استثناء او تريث او توقف هذا والناس نعم تسال نعم نعم. يعني السيده الان عندها مو 15 16 ونص ايش قد عمرك دكتوره؟ انا عمري 47 سنه و47 تعرف المعامله انا تقريبا شهر كامل انا تنشمل لو ما تنشمل الان واني خدمتي مو قليله. خلينا نسمع الاستاذ دكتوره. أنا راح أبين الموضوع حتى الأخوة المتقاعدين والمواطنين هم يعرفون به. بقانون التقاعد اللي سابق كان المستقيل وتارك الخدمة لازم عنده خدمة 20 سنة وعمر 50 حتى يستحق الراتب التقاعد.
20 سنة وخدمة 50 سنة وعمر 50. نعم. صدر قانون التقاعد التعديل اللي نفذ 1/1/2020 اي عدل هاي المادة وسواها 15 سنة خدمة وعمر 45 اي نعم. هنا قرارات محكمة التمييز أكثر من 20 قرار من محكمة التمييز صدر نعم بين أنه سريان هاي المادة على حالات الاستقالة الواقعة بعد 1/1/2020 يعني يشمدون في الاستقالة وبعد 1/1/2020 15 سنة خدمة وعمر 45 فقط. أما الحالات الاستقالة اللي وقعت قبل هذا التاريخ فتبقى على النصوص السابقة اللي هي 20 سنة خدمة وعمر 55. ليش هذا هيك؟ احنا صرنا أمام قرارات قضائية، احنا صرنا أمام القوانين المالية تسليم التاريخ نفاذها إلا إذا نص عليها بموجب الدستور. نعم. إلا إذا نص عليها بأنه تسري بأثر رجعي يعني تاريخ سابق لنفاذها. فالقرارات التنميجية اللي صدرت أغلبها أي. بينت أنه هذا المبدأ أنه أي. القانون طالب عن نفذ من 1/1/2020 فحالات الاستقالة يجب أن تقع بعد 1/1/2020 السابقة بقت محكومة بالنص اللي هو 20 سنة خدمة وعمر 50. القانون اللي قبل قانون التقاعد كان يحرم المتقاعد المستقيل من حقوق التقاعدية، يعني القانون السابق اللي هو كان 27 أو القانون رقم 33 ما كان ينطي للمستقيل راتب تقاعدي. هذا القانون أنطى هذا الحق لكن وتاركي العمل اللي عنده 16 سنة ونص وعمر 45. الآن أكو بصدد إجراء تعديل على القانون نفسه لأنه صار في تغييرات كثيرة، لأنه هذا القانون صراحة كتب على إجالة. إذا تتذكر القانون من صدر صرحت فيه ثلاث مواليد اللي هي 57 58 59 والآن دخلت 60 وقسم من الفئات استثنيت وقسم من الفئات ما تمد يعني صلاحيات التمديد. فالآن إحنا مع الإخوان في اللجنة المالية في البرلمان بنعمل على إعادة صياغة بعض المواضيع من ضمنها هذا النص إن شاء الله. أنا أشكرك دكتور أيضا. يعني أنا بس أحب أقول ماما انتظري يعني. إن شاء الله ركز الله أقرأ الآن أكو تعديل يا ست أسراء، أنا أحكي وياك بعد البرنامج. أكو تعديل الآن عندنا صباح من بغداد وعندي هاي هواي رسائل المتقاعدين. صباح. نعم دكتور تفضل. صباح السلام عليكم. احكي لي صباح حياك الله. أستاذ أحمد بالقانون بالتعديل الجديد اللي عنده 15 سنة فما فوق ومستقيل وعمره 45 سنة فما فوق يستحق تقاعد. صباح من بغداد. اي من بغداد. اي صباح دافهمي الان. أيه انت سمعت انت سمعت الرئيس الهيئة ايش قال؟ قال هذا القانون يسري على الذين قدموا استقالات من 1/1/2020 بهاي المواصفات اللي يعني تتحدث بها انت الان. التعديل الاخير الان هم في تعديل اخر جديد بخصوص هاي الشرائح. واضح؟ ممنون دكتور. ايضا عندي شخص اسمه استاذ احمد جمعه جاسم دوله حمدي من كركوك. بعد نجم تبع شربتها للصنعه بعد احنا ما نجاوب. لا يا اخوي اسان واسف عليك معلم على الصدمات قلبي. استاذ احمد يقول انا مفوض شرطي متقاعد من تاريخ 2016 انحلت على التقاعد ولحد الان لم استلم ولا راتب تقاعدي ولا مكافأة شرطي. نهاية خدمة شرطي متقاعد. أي طالع متقاعد بال 2016 إلى الآن لا مستلم. نعم. راتب تقاعدي جمعة جاسم دولة حمدي من كركوك وتليفونه أكون ممنون تليفونه أعطيكي إياه عجو. نعم 0770-125-9852 52. يقول مشكلتي انا عسكري مطوع نائب ضابط بالجيش السابق هذا غيره ولحد الان احنا جمعه راح نتصل بيه ان شاء الله. اي هذا واحد اخر يقول يعني المهم خلينا ناخذ اتصال. منو عندك؟ من البصره محمد. اهلا وسهلا اخ محمد. استاذ نجم حيا الله. استاذ نجم تفضل. استاذ نجم. نعم اسمع. نجم انا من البصرة. اي عميد ركن متقاعد. عميد ركن متقاعد. اي اي ما كانوا دافعين الشهادة مالتي مخصصاتها مخصصات شهادة. نعم اي
واشتغلت بالسنتين او اكثر على المعامله. اي بعد التي ولتي شهر الواحد كملت. اي هاي السنه قالوا لي ماكو موازنه وظلت المعامله مالتي. ممكن انت تطلب تعديل الفروقات سياده العميد؟ سياده العميد تطلب تعديل لو فروقات بالشهاده. اي نعم تعديل لو فروقات بالشهاده. ممكن رقم التقاعدي مال السيد العميد؟ بس رقمك التقاعدي واحد اي واحد ثلاثة واحد واحد ثلاثة واحد اثنين صفر اثنين صفر أربعة أربعة صفر 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 ثلاثة صفارة ثمانية ثمانية. بس الاسم محمد عبد الرضا عباس. أستاذ أحمد هذا يمك الرقم والاسم. في أمر أستاذ الغالي حبيب قلبي. أيضا من الأنبار عبد الرحمن. السلام عليكم. حيا الله عبد الرحمن. عسري عبد الرحمن ما ضل وقت. يمكن أستاذ أحمد بلا رحمة عليك يسمعك الأستاذ. أستاذ أحمد شلونك عزيزي؟ الله يحفظك. الله يبارك فيك. أنا ضابط متقاعد برتبة رائد. نعم. اتسرت بإيران 15 سنة برتبة ملازم ورجعت. أصلي ضابط مجند. أي. أصلي ضابط مجند. اتسرت 15 سنة ورجعت. طلعت تقاعد 2006. أي. كنت حاطه ورا بعدين طلعت تقاعد. ليش أنت من جيت من الأسر داومت؟ أنت من جيت من الأسر؟ داومت بالجيش الجديد؟ لا ما داومت لأن قبل الهجوم الأمريكي بيومين ما لحقنا. ها خوش خوش. فطلع التقاعد ب 2006 جريح حرب عندي 90% عجز. زين. فما انحسبت لا مثلا من نهاية الخدمة ما انحسبت لنهاية الخدمة. رقمك التقاعد. رقمك التقاعد. رقم التقاعد. اي. 1175. 1175. 28. 28. 7006. عبد الرحمن شنو؟ عبد الرحمن مهدي أحمد. عبد الرحمن مهدي أحمد. تليفونك عبد الرحمن حتى يتصلون عليك. 077. أستاذ أحمد تلحق مو 00. نعم صفر نعم نعم. 077. 17. 17. 078. 078. أي. 82. 8 3 8 2 8 3 7 4 لا عفوا 0 7 8 2 8 3 7 اي 6 2 2 6 2 2. راح اعيد لك اياها يا عبد الرحمن. 0 7 8 2 فد لحظه بالله استاذ يمكن فد والله يا شويه. 0 7 0 7 1 7 عفوا 7 7 1 7 1 7 والله والله من نسيت. 7 7 7 1 7. بس انا اعرفك عبد الرحمن انت مو شملت بخطة الدمج. نعم انت قل لك مو شملت بخطة الدمج. انت شنو مشمول بخطة الدمج؟ لا 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 ما يعني متقاعد عسكري مجند. زين درد الرقم يا عبد الرحمن ما دام فرصة سيد احمد هنا. رقم التليفون اي على كيفك على كيفك على كيفك. الوقت راح يخلص. والله خطيه هاي الناس والله العظيم. 0 7 8 0 7 8 1 6 1 6 2 6 2 6 5 2 5 2 7 7. هذا هواي 1 2 3 4 5 6 7 8. هذا تليفونه. من عندكم اتصال بعد؟ استاذ احمد اني الوقت خلص لكنه عيني. استاذ احمد يا بابا. استاذ احمد بكت بلا يعني قبل عبد الرحمن. الان السيد رئيس الهيئه الوطنيه سمعك وتليفونك يمه. استاذ نتصل بي راح نتصل بي. استاذ احمد بكلمه اخيره قبل ان اختم. استاذ الله يحفظك استاذ نجم الله يخليك. أني أشكرك أستاذ أحمد وبارك الله بيك. يعني اليوم إحنا تدري أنا والله أستاذ أحمد وحياتك
عندي رسائل كلش كثيرة اليوم أنا ما قدرت أقرأها. أنا بالخدمة. يعني أتمنى إحنا لو كل أسبوعين 10 أيام أمون عليك وبالاستوديو بالبيت نجاوب هاي الشريحة تستحق أن نهتم بها وأنت ما تقصر. أنت تأمر أستاذ نجم الله يحفظك. ربي يسلمك. السيد أحمد السعد رئيس الهيئة الوطنية للتقاعد العامة. شكرا جزيلا لك وشكرا لكم مشاهدي قناة التغيير. أروح إلى الساعة الثانية الذي سيرافقني بها ضيوف السيد الإعلامي باسم الشيخ رئيس تحرير جلالة الدستور والمحلل السياسي من استوديوهاتنا في بغداد السيد نجم القصاب. انتظروني بعد الفاصل.